الحفل مع جميع التلاميذ ذوي الامتياز بمناسبه النجاح بالبكالوريا، وتحفل طبعا مع اول شيء تكريم الاساتذه اللي كان دورهم دور الاساسي والرئيسي في النجاح، واللي ساعدونا بشرح الهمم ومساعده بكافه الوسائل الممكنه. ثانيا واللي تكريم الزملاء المتفوقين وتكريم بشكل عام الاساتذه والزملاء على الجهود اللي بذلوا طوال السنه. معدلين الطلاب ثانوي الامتياز واحد، اول شيء لتكريم الاساتذه على جهودهم الجباره طيله السنه الدراسيه اللي واكبونا فيها جزاهم الله خيرا، طيله السنه جزاهم الله خيرا بالمعلومات وبكل شيء جزاهم الله خيرا وبالنصائح. وكذلك هم اللي ثانيا لتكريم الطلاب المتفوقين في شهاده البكالوريا. الحفل الشيء نحضروا له كما ننتظروا هاي لحظه النجاح. الحمد لله نسبه النجاح 89%، وجايين هون للحفل نختاروا ونكرموا اساتذتنا ونشكروهم ونشكروا التلاميذ الناجحين على تفوقهم وعلى نجاحهم الباهر ما شاء الله تبارك الله. اللحظه النشي كنا نجهزوا لها، الحمد لله تحريناها بفارغ الصبر، الحمد لله على نجاح تلاميذنا في حدود 90%، ولذلك نشكر كافه اساتذتنا اللي ما باخذوا معنا شيء والطاقم الدراسي وتلاميذهم اللي الحمد لله ساعدونا في النجاح، ساعدناهم اللي في شيء، ومباركه لهم ومباركه لجميع الاساتذه.